مشاهدينا ومتابعونا الاعزاء في كل مكان، نتواصل معاكم من جديد مره اخرى مع انطلاقه شوطنا العاشر والمخصص للابكار للسن الفطامي لمسافه 1500 متر. هذه الرحله المندفعه مع هذه الاسماء وهذه الشعارات الباحثه عن الناموس والباحثه عن الانتصار. اتابع الفيتويا وارصد المركز الاول من الجانب الاخر. التسلل هناك الى مزن راد بن سعيد بن خليفه بن سعيد. الكتبي من ياتي مع المركز الاول، ثانيا هيهات سلطان بن سعيد بن مبارك الجزيع الكتبي ياتي مع المركز الثاني، وثالثا تدخلت هنا صبا طارش بن علي بن بخيت المسافري ليغير المركز الثالث الى المركز الثاني، وثالثا هناك من وسالم بن سعيد بن محمد الزحمي ياتي مع ثالث المراكز، ورابعا وصلت هنا في هذه اللحظات امسيه سعيد مراد بن رضغيش بن سالم الكتبي، وايضا هناك وصل الشامسي مع هذه الانطلاق مع مشكوره محمد الحمد السهيل الشامسي. هكذا هي النتيجه، هكذا هو التحدي. بدات السرعه من الان، بدات السرعه مع هذه الامتار. هنا المسافري مع المركز الاول يقدم صبا، والقاتمه ايضا هنا حملوله عمر بن علي بن بخيت المسافري، والواصله هناك مشكوره مع الشامسي، والقادمه ايضا هنا في هذه اللحظات الذهيبه حمد المبارك وزيمن الزيعي. ولكن اللحظات النهائيه، اللحظات الحرجه، بدات السرعه من الان. ثلاثيه ولا اروع، ثلاثيه ولا اجمل. هنا الحاضره مع هذه الاسماء، هنا المسافري الذي يقدم هذا الاسم مع المركز الاول، ولكن الصداره هنا مع هذا الاداء الجميل مع حملوله. يا حملوله هنا بهذه الانطلاقه عمر بن علي بن بخيت المسافري من ياتي بالمركز الاول. سلام يا المسافري، سلام تعالى ناموس لمالكي. هنا هذا الشعار من انتصر مع حملوله عمر بن علي بن بخيت المسافري المركز الثاني. كان وصول صبا طارق علي بن بخيت المسافري، والمركز الثالث كان وصول ذهيبه محمد المبارك بسيف الرتاعي الكتبي. التوقيت الزمني دقيقتين ثمان ثواني 28 جزء من الثانيه، والتوقيت هملوله لعمر بن علي بن بخيت المسافري. وسلام المسافري، سلام تهانينا والناموس.